السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهذا الفيديو on va faire correction de l'exercice 13 page 108 et l'exercice 14 page 108. Exercice 13 page 108. كلمي أنا جو أتير راكورد شاكان تير دو سون كوتي اون كورد انكستنسيبل كلم تير راكورد افيك اون فورس اف 1 هوريزونتال دانتنسيتي 600 نيوتن أنا تير راكورد افيك اون فورس هوريزونتال اف 2 دانتنسيتي 700 نيوتن إذا كلمي أنا تير واحد لعبة ديال الحبل معروفة هذيك والحبل فهو غير قابل للتمدد انكستنسيبل كريم تيدير واحد لا فورس ديال اف 1 ديال 600 نيوتن كريم اكزيرس اون فورس ديال تيطبع واحد القوه على لا كورد ديال 700 نيوتن بريميرمون دوني لي كاركتيريز دو اف 1 اف 2 اف 1 هي لا فورس اكزيرسي بار كريم سور لا كورد اف 2 سي لا فورس اكزيرسي باغ انس سور لا كورد زعما باش نتعرفوا على اف 1 و اف 2 دابا نمشيو لي كاركتيريستيك دوني كاركتيريستيك دو اف 1 و اف 2 هما مميزات القوه ديال اف 1 و اف 2 اي القوه ديال كريم والقوه ديال انس على لا كورد بالنسبه لي كاركتيريستيك عندي واحد امتي طابلو اي اف 1 و اف 2 عندنا هادو لي كاركتيريستيك جينيرال شو دابا الكريم كريم بوان دابليكاسيون اذا بوان دابليكاسيون ديال كريم على لاكورد هي ك دروات داكسيون لا دروات داكسيون سي لا دروات هوريزونتال ا ك باسون باغ ك اذا لا دروات ا ك باسون باغ ك لو سونس دو ك فيغ لا غوش اذا بالنسبه لنا حنا نقولو فيغ كريم ولا فيغ لا غوش سواء فيغ لا غوش دونك فيغ لا غوش لانتونسيتي هي 600 نيوتن شو ديال انس اف 2 قلنا حنا انس اف 2 انس اف 2 اكزيرس لا فورس سور لا كورد وهي او بوان ا الغوات داكسيون هوريزونتال ا ك باسون باغ ا le sens de A vers la droite ou bien vers NS F2 c'est 700 et c'est le même B représenter les forces on va dire la représentation de F1 et F2 donc on va dire la représentation à l'échelle 1 cm égale à 200 newtons la représentation de F1 sur l'échelle إذا 1 سنتيمتر هي عندنا 200 عندنا 600 غتعطينا 3 سنتيمتر و 700 تعطينا 3.5 إذا عندنا هنا هي هادي ندير لها ريغل دو 3 600 فوا 1 ديفيزي بار 200 أو بيان عندنا لا بروبورسيوناليتي التناسبية 200 ميتيفي بار 3 تعطينا 600 1 بار 3 تعطينا 3 سنتيمتر لا ميم سوت عندنا 700 تعطينا 3.5 5 اي 700.1 ديفيزي بار 200 تعطينا 3.5 سم هذا بالنسبه لينا هذا لي شي بو ريبريزونتير سان سان دو هاد لي لو طابلو لي كاركتيريستيك لان كريم هو ا درنا حنا الطابلو ما درناش هنا باش ما بقاش لي سباس ديال لا ريبريزونطاسيون درنا هنا هو هذا لاكورد عندنا هنا كريم هنا نمشيو لا فورس ديال اف 1 لا فورس ديال اف 1 عندناها وهي 3 سنتيمتر ا ريبريزونطاسيون بار اون فليش او سينغمون فليشي هاد سينغمون فليشي خصو يكون حتى هو لا دغوات خصو يمشي مع لا دغوات اكا هوريزونتال لو بوان دابليكاسيون سي لو اوريجين ديال هاديك لا فليش سينغمون فليشي او عندنا لو سونس دو كا فيغ لا غوش ديالنا حنا ولا لا لونغور هو 3 سنتيمتر
نديرو هنا ان با فير ان با بوان دو لا ريغل، هتعطيني شهادة تعطينا 3، نهدي اف ان. نمشيو دابا لا فورس اف دو، اف دو جبنا هي 3.5 سنتيمتر، اذا دو ا، اذا دو سيغمون فليشي يمشي من ا فيغ لا دغوات، لكن يمشي هوريزونتالمون اي اترافيغ لا اكا. اذا عندنا هنا نديرو هنا تا هي، نديرو هنا تا هي 3.5، هنا هي اف دو. هنا ريبريزونطاسيون ديال اف ان دو، دونك ماركاو بان اف ان و اف دو عندهم ميم دروات داكسيون اكا دو سونس اوبوزي، مي لا لونغور ديال هذا ماشي هو لا لونغور ديال هذا، سيتادير لانتونسيتي ماشي بحال بحال. اذا هنا مكاينش لا لوا دي كيلو سيغ لا كورد. هو السؤال الثاني، لا كورد اتيل اون ايكيبغ؟ نو، باسكو لا تنسيتي ديال لا فورس اف ان اي ديفيرون دو لا فورس اف دو، او بيان اف ان اي انفيريور اف دو. حنا نقولو حنا ديفيرون، لان في ليكيليبر تيكون ايكال. اذا لا كورد ني با اون ايكيليبر كار اف ان اي ديفيرون دو اف دو، زعما لا لانتونسيتي، كار لي دو فورس اف ان اف دو نون با لي فورس نون با la même intensité. Les forces m'adoucent à l'intensité. F1 est différent de F2. Il a de la force. Ou bien, il a de la force F1 est supérieure à, inférieure à F2. Il y a de justification de la différence. Maintenant, on est égal à quel équilibre. On va faire l'exercice 14. كاين بال ايموبيل، هاد لا بال ايموبيل فهي في ساكنة فهاد السكون لا تتحرك. سيغ ان طابل اوريزونتال اي سومي ا لا فورس لا طابل سيغ لوبجي، لا طابل سيغ لوبجي، دابا هادي هي لا فورس ديال لا طابل سيغ لوبجي اكزيرسي باغ لا طابل سيغ لوبجي. هو دا فيغور، هنا عندنا واحد البال، واحد الكرة ساكنة فوق طاولة أفقية، ولكن تخضع إلى لا فورس، كان القوة ديالاش الطاولة على الجسم، أي هو هذا لا بال. هما قالك هنا لوبجي، هنا خصنا نكتبو لا بال، هما كتبو لوبجي. بريميرمون، كي سون لي كاركتيريستيك دو لوتر فورس اكزيرسي باغ sur la balle, sachant que son point d'application est le point G. Et là, les caractéristiques de la force. Il y a la balle est soumise à deux forces. La force de la table sur l'objet, voyez sur la balle. Et là, la force exercée par la terre sur la balle. On a dit que l'autre force va y aller la terre. Je signifie le poids de la balle. Bien, premièrement, on a une fois des caractéristiques. La balle est soumise, même les forces, est soumise à deux forces. F, la table sur la balle, et la terre sur la balle. Donc l'autre force exercée sur la balle est la force de la terre. On le nomme le poids de la balle. Là, ça arrive d'hier. Monsieur, les caractéristiques de la force de la terre sur la balle. Il y a l'autre force. Monsieur, devant le force. Le point l'application c'est G, la droite d'action, c'est la verticale passant par G, le sens de G vers le bas. Nous avons la loi d'équilibre, la loi d'équilibre, il est canadien, elle est
اذا بي تيكال اف دو لا تاب سور لا فال. اذا بالنسبه لينا حنا الكيسيون اللي كما قالش هنا جيستيفي تا ريبونس، اذا ما نقولو حنا لا لوا ديكيليبر ولا نقولو كونديسيون ديكيليبر، لان اذا كانت فيرتيكال الاخرى فيرتيكال، عندهم لو ميم انتنسيتي لو ميم دوا داكسيون دو سونس اوبوزي. اذا الانتنسيتي ديال اف راه هي ديال لا طابل سيغ لا بال، اف راه هي ديال لا تيغ سيغ لا بال. Elle va dessiner cette force sur le schéma. La méthode du schéma, l'intensité. On a le segment fléché. On a le nord de soudain. Aoul Haja, on mesure la longueur du segment fléché de l'aide. On a mesure. Mesure. ميزوري دابا هاد لافليش ديال اش ديال لاطابل سيغ لابال، هاد سيغمون ديال نديرو تقاو غير 3 سنتيمتر. اذا بالنسبة لبي راه عندهم ميم انتونسيتي، اذا يكونو ميم لونغور. اذا ف بالنسبة لا فورس ديال لا تيغ تاهي تكون فيها 3 سنتيمتر، حنا معندناش لانتونسيتي. On a trouvé 3 cm. Donc, le segment fléché de la force de la Terre sur la balle se trouve à pour 3 cm. Car la balle est en équilibre. C'est-à-dire, il intègre, il 3 cm, il est 3 cm. Là, monsieur, je vous la représentation. Je vois la représentation de la figure, hein. La représentation de la force de la Terre sur la balle. Il y a une ligne de G vers le bas. Ce qu'on vertical, passant par G, de la longueur de l'autre. On va attendre Newton. On va attendre Newton de Soudan. Il y a une autre chose. On va la flèche 3, et on va essayer de compter 3. Voilà. On va 3. Nous avons de bien aider de deux sens opposés, la même droite d'action et de sens opposé, la même droite d'action, même intensité, la même longueur. Nous avons de l'exercice 13 et 14. Au revoir, à la prochaine.